توافد أكثر من مليون شخص إلى قطر هذا الشهر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم. هذا العدد من عشاق الكرة تضمن مجموعة كبيرة جدا ممن أرادوا أن يتعرفوا أكثر على الثقافة العربية ليعودوا إلى بلادهم عقب الدورة بذكريات مختلفة عن أيامهم في المنطقة. ولا شك في أن أفضل تذكار في رأي بعضهم خاصة الزوار من الدول الغربية هو ركوب الجمل في رحلة على الكثبان الرملية. الإقبال الكبير على ركوب الجمال في هذه الفترة من الزوار الأجانب شكل عبئاً كبيراً على الجمال المستخدمة في المناطق السياحية في قطر. عندنا 60 حالياً، وحتى 60 والله ما لحقوا يعني ما قدرنا نكفي، يعني الزحمة بتيجي الصباح وبتيجي العصر ناس كثيرة، فالكل بده يركب يصور وينبسط مع الجمال، والحمد لله رب العالمين. يعني بنحاول نبذل كل جهودنا على اساس انه شنو يعني نخليهم ينبسطوا مع الجمال مع التصوير ومع الصحراء. كل بده يركب، ففي ناس ما بتعرف عن الجمل اي شيء، يعني بس بده يركب بده يصور. فانا الوحيد المحتك بالجمل بعرف انه الجمل اذا كان تعب مثلا اشتغل كثير، مثلا ركبت فوقه حوالي 30 40 شخص كلهم ركبوا، انا متاكد انه الجمل واحد يعني ديل كلهم ركبوا، فلازم اعطيه فرصه بتاعت راحه، اعطيه راحه فرصه شويه يرتاح واعطيه ماي. وقد ذكر احد المسؤولين عن هذه الجمال ان معدل السياح الذين يركبون هذه الجمال يبلغ عاده نحو 20 شخصا في كل يوم، غير ان هذا العدد ارتفع مع انطلاقه كاس العالم الى 500 شخص في الصباح و500 شخص في المساء، مما اجبرهم على استخدام عدد اكبر من الجمال لتلبيه الطلب. لا، إنه في الواقع شعور لا يصدق، لأنك تشعر بأنك ملكي. والحقيقة هي أنه من الجميل جدا ركوب هذا الحيوان. كنت أفضل أن أكون في الكثبان الرملية أو أن أذهب أبعد قليلا، لكن كل شيء جميل. أحب السفر، وكنت أتوقع رحلة برية عندما أخبروني عن رحلة في الصحراء. قلت جيدا، الجمال أو الصحراء شيء لا أملكه هناك، لذلك أتيت. أريد أن أفعل ذلك هنا. الوافدون من الدول الأوروبية تحديداً أصبحوا يتوقون إلى الصحراء أكثر من رغبتهم في التواجد قرب المدن الرياضية، فقد أسرهم سحر الصحراء وجمال سفينة الصحراء.